السلام عليكم. أزول، السلام عليكم. السلام عليكم، بخير. أزول في اللون. أزول المجاهد، لاباس. الريف وين هذا سيرخت مزيخت الأطلس. أتيرخت الدارجة أحسن. سيورس الدارجة يا مجاهدين، وهي وديوها ما كاين مشكل. أوكي، راه سبق لي هضرت معاك، أنا من دنيا خمسة من التاريخ ياك. مرحبا. أوكي، دابا عاد جيت من الخدمة، واش درتي اللايف وما عرفتش شنو هو الموضوع أصلا. إذا كان الموضوع هو الحراك ديال غدا ديال 20 فبراير في المغرب، ياك يمكن يكون هذا هو الموضوع. لا لا، كانت اليوم واحد الوقفة في أنتويربن، تخليد الذكرى الأليمة ديال 5 الشهداء اللي تحرقوا في الكوميسارية ورماهم في البنك الشعبي. عندك هذه أو القضية؟ من بعد محسن فكري، ياك لا فكري لا، هذه قبل، هذه ما عرفتش. ولكن ما عرفتش. أنا غير بغيت نقول لك عندي واحد الملاحظة. أولا، على أنا كنشوف سميتو في اليوتيوب، وشت كتبتي داك الشيء باللغة العربية عبر الواتساب، وما شتش أنا قاعد تيفنا بالأمازيغية، حيت يعني اللغة الأمازيغية خصها تكون حاضرة ولا لا؟ كنديرو بالأمازيغية، كنديرو بالداري. الكتبة يعني ممكن أنا كنقرا مكتوبة راديو الريف إتمسكا عبر الواتساب، ولكن مش الحروف الأمازيغية. هذه غير ملاحظة، أنا عارف ربما تقنيا شوية صعيبة ولا شي حاجة، ماشي تقدر تكون. دابا انا تلتهم التيفيناغ، هذاك عاود موضوع اخر. هذاك دابا انا درت التيفيناغ، الاغلبيه ديالنا ما كيعرفوش التيفيناغ. دابا هذاك هو المشكل اللي عندنا حنايا. لا انا عارف ماشي كلشي كيعرفها، ولكن بالضروره احسن الواحد يبقى يديرها غير باش ياكد على امازيغيته، حيت انا امازيغي كنعتز بالامازيغيه ديالي واه يا ودي. بالرغم حنا كاين. واما بالنسبه سمعت شويه شي مداخلات للدري اللي دخل كيهضر على الحراك ديال الريف، وقال بان المطالب ديالنا بسيطه اجتماعيه واقتصاديه. انا كنظن ما خصناش نبسطوا الامور المطالب الاجتماعيه بسيطه اقتصاديه ولا خبزيه، لا خصها تكون مطالب سياسيه، حيث هو ذكر سمعت النقاش ديالو قال هنا كاينه عنصريه، واذا كانت عنصريه راه خصك تكون مطالب سياسيه بالضروره. لا، هو قال اعطاني سؤال، قال الاخ كريم، حنايا طالبنا مطالب. هو كيهضر من الريف، من البلاد، راك عارف بنادم خصو ما كيتخرجش له تكون هو في الرضاعية. الاخ غادي يطلع معانا ان شاء الله، الا ما غادي نعاود له، لحقاش ما كملتش معاه الحوار. لحقاش هو قال، واش انت في نظرك هذا النظام يحقق لنا هذه المطالب؟ قال لي مستحيل يحققنا هذه المطالب. هو ما يقدرش يهضر بحال اللي كتهضر انت في هولندا وانا في هولندا. عندنا المواقف من هذاك، الاغلبيه الدراري تما في البلاد عندهم المواقف من هذاك هالك البلاد اللي كنسميه انا، فهمتي؟ يعني كيعطي لك، كيقول لك ارى المواقف بحال هذا، طلبتي له المستشفى، الخدمه، مطالب عادي لو مشروع، فهمتي؟ قال لك ما عطاناش، يعني ما بقاش حنايا كنطلبوا المطالب. الا ما عطالكش المستشفى، بنادم ينوض عندها نيشانوا. وبطبيعة الحال، ولكن أنا كنظن بخص المطالب تكون سياسية، وتغيير في الدستور وتغيير في القوانين هكا باش كتغير، باش كتحقق المطالب الاجتماعية واقتصادية وثقافية وزيد وزيد. أما إلا اختصرتي على الخبز والمعمل والجامعة كتبقى مهمش على أي حال. أنا كنعرف دراري ريافة تيعاودوا لي على الريف، أصحابي ريافة، راه مهمش سدوا المعبر ديال سبتة، سدوا المعبر ديال المليلية، هذا غير باش يعاقبوا الناس ديال الريف. هذه سياسة ممنهجة على الحراك ديال الريف اللي هو ديال الزفزافي. فأنا كنظن النموذج هو ديال الزفزافي، إلا تبعوا الفكرة ديال الزفزافي والخطة ديالو غادي ينجحوا، لأنه هو قرأ العقلية ديال المخزن. المخزن هكا كيفكر، المخزن عنده الهبة ديالو، ما تيبغيش يشوف الهبة ديالو تنقصات. فالواحد صحيح. خصو دابا يكون تصعيد، يكون تصعيد وفي المطالب، الاخ ديالي العزيز،
فيه شي نقاط زعما مطالب سياسية، بحال رفع العسكرة، ترى هذيك مطلب سياسي إلا حللتي مزيان، فهمتي؟ باش تقول للدولة انا بنادم، انا كنظن، انا يعني انا من منطقه الاطلس، وكاينين الناس كتهضر يعني ليها ليها، ما خصش الواحد يخاف من المخزن. كاين الناس في اكادير كتهضر، كاين الناس في الاطلس كتهضر، كاين الناس في المناطق في المغرب كتهضر. المخزن كيحاول دائما يخوف بنادم، ولكن ما عنده ما يدير. يعني راه الزفزاف يضحى في الحبس وعياو معاه معاه، ولكن هو انسان مبدئي، ما غاديش يبيع، ما يبدلش الفيستا ولا يبيع المبادئ ديالو. قال لهم انا نبقى تما، نموت تما ولا نبيع المبدأ ديالي. هذه هي صحيح. الرجوله، اها هذه هي الرجوله. المخزن ما عنده ما يدير، كان شحال هذه دار تصميم مار ابني شحال غيدير، اه ولكن الواحد ما يبقاش يختزل، اعطيني الخبز، اعطيني الخدمه، اعطيني، لا، اعطيني حقي الكامل. والحقوق الانسان راها كونيه، كما كيقول احمد عاصي، كونيه. ما تجيش وتفصل لي حقوق الانسان على حسب الطريقه ديال الريف ولا ديال سوس ولا ديال الاطلس. لا، حقوق الانسان راها كونيه، يونيفرسال. اعطيني حقي، حريه التعبير، ما كاينش واحد مقدس، صحيح، البشر اتفق معك. بشر. وهنا خص الواحد، انا عارف الظروف ديالهم صعيبه وكيتحقروا كثار، الا تظاهرتي في كازا ماشي بحال الا تظاهرتي في الناظور، تتسلخ في الناظور اكثر من كازا. كاين هاد كاين ها واش عنصري ولا شي حاجه اخرى؟ انا كنا شحال هادي كنعانيو من العنصريه منفصه، اللي هما شادين المغرب، العائله ديال بن جلون وعائله ذاك الفاسي ودوك، هادو كلهم كاينين شي اربعه ولا خمسه العائلات اللي شادين المغرب، آه. وعانينا منهم، عانينا منهم كلنا. ولكن خص الواحد دابا ولا كلشي كيهضر، غير المشكل اللي كانوا الناس ما مشاوش مع الزفزافي. دابا عاد عرفوا بان الزفزافي كان عن حق، صح، ولكن هزهم الماء، هزهم الماء. دابا هما كيتخبطوا وما لقاش كل يعني يجيبوا له سميتو. اما فاش كان الزفزاف يخرج، كان عنده مواقف رجوليه، وكانت كتهضر على المغرب ككل، صحيح. وكان كيعايروه، كانوا كيعايروه. نعم، دابا رماوه في، هما دابا كيتخبطوا. ايوا دابا شوف شكون، كلشي باع ملاحظة الفيستا. في المستوى، صحيح نيشان. هذا هو الواقع، ما نزوروش. بزاف كيهضر، على المغرب كله، صحيح، وتيقول ما ودي خصنا نطالبوا بحقوقنا وكرامتنا، واتهموه بالريفي، بالخائن، بهذا بهذا. شويه المخزن دار فيهم كلهم. المخزن خصك تعرف واحد القضيه، المخزن ما تيعرفوهاش شي وحدين، حيت انا كاين الناس انا كنهضر معاهم تيقول لك لا، المخزن راه صعيب. المخزن، كيستعملك ويرميك، واخا تكون وزير اول النهار صحيح. يكركبك، ها بن كيران ربوه سكتوه بسبعه ولا ثمانيه المليون، ها هو دابا كيخرج وتيقول لهم لا، ما تقولوش اخونا كيرحل. علاش؟ خايف على ثمانيه المليون والمرسيدس ديالو، صحيح. هادشي علاش؟ بن كيران كيقول لك لا، ما تقولوش الاخ نوش، راه الظروف صعبه، المواد الاساسيه غلات في العالم، وهذا هو كيضرب على ثمانيه المليون ديالو، كيضرب عليك ولا عليا انا؟ هذاك تجار، هذاك واحد التاجر ديال الدين، هذاك شيطان، هذاك انا بن كيران، هذاك كلب، هذاك الكلب، هذاك، هذا هو هذاك الشيطان. شتي بن كيران؟ انا كنكتب، راه ما كنتش منه، كنهبط للمغرب. هذاك الشيطان، الشيطان احسن منه بن كيران. يا ولكن الشيطان الكبير راه في القصر في نظري انا. الشيطان الكبير انا كنقول راه الا جيتي تمشي للفوق ما غاديش تغير. النخبه، شتي المغرب، النخبه اللي شاده البلاد، الاغلبيه كيصحابهم الملك، هو اللي كيسير داك الشيء. راه في القصر ديالو كياكل كيشرب، هما اللي كيديروا اللي المهمد بغاو. بالراسه هو المسؤول على هذاك الشعب. جاب لي بالكيران، ما دارش الخدمه بالوراق، ديالو، يدبر بالوراق، يدبر راسه في الوراق. جاب اخ نوش يدبر راسه، ماشي فهمتي ولا؟ هذا بها حيد بالكيران، جاب اخ نوش، حيد اخ نوش، جاب الاخر. يعني يبقى التغيير خص العكس، كما كنشوفوا انا وبزاف الاخوان، التغيير يخص هذاك اللي في القصر، هذاك يجمع راسه. علاش؟ شو اسمح لي ونخليك تكمل. لحقاش هاد العلويين ابن عن جد اللي يجي يقمعش في الشعب، يجوعو، يقلع له الحقه، يسجنو، ويدير له مسائل غير انسانيه. يعني شنو غادي تستنى من اللي غادي يمشي هذا، يمشي لاخر، يجي لاخر هذاك الثالث، شنو تستنى هذا منه؟ تستنى يمكن اكثر من هذا. يعني فعلا
اه هذا هو الواقع. ولكن اما هذا اخويا العزيز، اما اخويا العزيز، انا هذاك بن كيران ولا اخ نوش ولا، انا ما كنستعرف بهذوك، هذوك بيادق صغيره كيستافدوا من الريع، من التشفاريط، من الاخر. اما الكبير ديالهم راه في القصر، هو اللي دار التطبيع مع اسرائيل، مع الصهاينه، هو اللي كيبيع، اللي كيشري في الشعب. هو ما كاين حتى شي واحد نقدروا نلومه بعد هذا الموقف الشخصي انا. اه المهم انا متفق معك الموقف ديالك، انا عندي قراءه اخرى، لان انا كنعرف النخبه هي اللي كتسير ديك البلاد. وعندك غير نعطيك غير مثال، الا جيتي تشوف البرلمان والحكومه المغربيه اغلبيتها امازيغيه وكلهم طاحنين، علاش؟ كيشوفوا المصالح ديالهم. اخ نوش سوسي، وهبي وزير العدل سوسي، الحموشي ريفي ديال تازه، راه الحموشي ريفي مدير ديال الدي اس تي ولا الامن مخابرة. الوطني، هذاك راه من الريف، هذاك تازي زناي، الحموشي راه زناي. وعندك سميت الاخر ذاك اللي كان العثماني سوسي، ونقدر ونعطيك الشقر سوسي، هذاك ديال الاتحاد الاسطوري سوسي، العنصر شلح من عندنا من الاطلس، ولكن كلهم كيضربوا الجيوب ديالهم. انا نحسبهم كلهم برلمانيين وزارة حكومة في العسكر في كل شيء، ولكن كل شيء كيضرب على جيبه. يا ولكن كاين الخوا ديال المسألة الشكر. بالأنانية. اه دابا هما اللي كيضربوا في الجيب، يا له واحد 3 4%، فهمتي؟ اما هذه اللي الثلاثة ولا كيضربها، الأربعة اللي كيضربها صحيحه، هو هذاك الكبير ديالهم اللي في القصر. وهذا هذا كياكل هذا كياكل، وحنا هما الضحية. ولكن بهذا ايوه الجفاف، هذا الجفاف وهذه الازمه وهذا، انا ما دايرش الفاكسه، انا عايش في هولندا ما دايرش الفاكسه، ورافضه ورافضه ما نديرو، وغندخل المغرب ما نديروش، ما عندش حق. تعرف هذه الاجباريه اللي كيحاطين في المغرب راه ما كايناش دستوريا، الملك بنفسه قال لك اختياري، جا هذا حطوه هكا، حيت ماشي دوله، المغرب ماشي دوله، المغرب ماشي دوله. كون كان دوله الحق والقانون، اولا ما غاديش يفرض الاجباريه ديال التلقيح على المغاربه، اصلا ما كايناش في القانون. انا غير الظروف، انا فاش نهبط للمغرب غنهبط ندي الباسبور هولندي ومغربي، ونوصل المطار ونحصل تما، انا مغربي ما تقدرش. ولكن هما كيتلاعبوا، كاينين هنا كيمشيو، الأهرام هي اللي كتقرر شكون اللي يمشي. تصور مع راسك شركه ديال الطيران هي اللي كتقول لك انت تدخل البلاد انت ما تدخلش، بالفرازيات كاين واحد كيمشي بالبي سي ار، واحد تيقول له لا. وفين هي الدوله؟ فين هي الدوله؟ راه ما كايناش، هذيك ماشي دوله. انا ماشي الواحد اللي كنقولها، راه كاينين جمعيات حقوق الانسان كتهضر في وسط المغرب وكتقول هذه الهضره هذه، وماشي بالضروره تمشي للحبس. وبدا حتى غير هذوك هو الحوبه، كاين لا جمعيات حقوقيه ولا هم يحزنون. مؤخرا خرجت هذيك المنظمه لحقوق الانسان ديال امون ابو عياش، ما استعرفتش باللي كان معتقل. انا ما كنستعرفش بهذاك الشيء، كلهم كراكز الاخوه ديالي. علاش ما كتشوفهمش كيديروا شي حاجه في الواقع، فهمتي؟ ولا كل شيء مدسوسين أنا لحقاش، هما ما يقدروش يديروا شي حاجه ضد القصر، فهمتي؟ دائما تحت الاخر ديال القصر الخاوه ديالي. يعني متفق معك، الى تبعتي الحبل، تتبع الحبل هذيك الحقوقيه، الوزاره ولا تلقى الحبل شدوه هذاك اللي في القصر. لا انا ما كنهضرش على ذاك المجلس ديال الوطني لحقوق الانسان، هذاك نصبته الدوله ماشي حقوق الانسان، هذا كيضرب مصلحه ديال الدوله. وديك هذا هو. بوعيات هذيك ديال الدوله، انا كنهضر لك على الجمعيات اللي هي كتمول راسها براسها وما معترفاش بها الدوله ولكن موجوده. ما كنهضرش على ذاك الشيء الرسمي اللي عطاته خصك تعرف واحد القضيه، المخزن اللي عطاه شي ريال كيخدم للمخزن، ما كيخدمش لشي واحد اخر. هي انا ما واخا. كنعرفش من ابو عياش ولا ذاك الاخر، كلهم ولا حتى النقابات المغرب راه باعوا الماتش، راه باعوا الماتش، مشاو اتفقوا على ذاك الاجباريه التلقيح وعلى التسريح ديال الموظفين اللي ما تلقاش. النقابات ها هما دابا خارجين لي بالضرب صفر كيستغلوا في الشعب. ولكن ذاك الشعب، المشكل ديال المغرب عندنا واحد العدد ديال كبير ديال الاميه، صحيح. هنا تقدر تلقى واحد العشرة هنا عندهم ما يقولوا، ولكن هو يبيعك المقدم، يبيعك اللقي قبل ما تعرف، راه مشاش كابيك قبل ما تتحرك، قبل ما تضرب الخطوة 500 متر وصل الخبر. راه كان كيقولها المصري،
فاش سولوه كيفاش حكمتي المغاربه، قال لهم حكمناه بديالكم، تبرقيكه كتجي من عند، راه ماشي قضيه المخزن صعيب، راه غير المسكين زرعوا واحد الشيء كما قال واحد المفكر، شي الشعب فاش كتفرض عليه ديك السياسه ديال كما دار الحسن الثاني، فرض ديك اش كيسموها بعد ديك السلطويه وديك لا تيراني، ولا الشعب مقتنع بها، غتمشي عند واحد دابا في المغرب تقول له نوض انتظاره، يقول لك انت باغي تخرب البلاد، لان زرعوها فيه داروا له في الديانه ديالو، ولا دابا المخزن رجع اللور وخلى غير العياشه كيخدموا، شكون اللي كيكافح، شكون اللي المشكل ديال الحقوق راه العياشه، راه العياشه هما اللي حاطيننا في الواجهه، ماشي البوليس ولا الجندر، وقبل ما توصل البوليس راه كاين العياش، شوفتي في خيختي في شوهاتي، راه غير العياشه هذوك. الخوة ديالي المهم هضرتي نورمال 16 دقيقة كنديرو 5 دقائق، ولكن ما كاين مشكل. المهم آخر سؤال نعطيه لك بعجالة، شنو هو الموقف ديالك من هذاك محمد السادس؟ لا شوف، أنا الملك أنا عارف بأنه هو ما عندوش سلطة، لا أنا ما أنا نقول لك القضية صافي خويا. شوف الخوة ديالي، انا سولتك الموقف ديالك، قلت انت ما عندوش السلطه، صافي كل شيء واضح. كنشكرك بزاف على المداخله ديالك حتى شي نهار اخر. شكرا. ما كيحكمش؟ لا لا هو كيحكم. امجاد من بلجيك يصدح شايس. ايوا مي غاوب نشت نتبعيث، هو تبعيث ماني تخصتي السيول، انش الملك ما كيحكمش. لا الخوات ديالي لا، كيفاش ما كيحكمش؟ طبع مع الصهاينه ما كيحكمش، كلشي في اليد ديالو هو. مجاهد النغ